طيب طلابنا الأعزاء، اليوم إن شاء الله نبدأ بالوحدة الثالثة، وطبعا عندنا هذا التمرين اللي هو أخذناه قبل، إحنا هذا التمرين اللي هو بايت يلدغ، فلاي يطير، جرو ينمو أو يكبر، وهانت يصطاد، بروديوس معناها ينشئ أو معناها يكون. وذكرنا الحل، أيضا الحل موجود بالنشاط، راح أعرض لكم الحل، خذوا له صورة. انا ايضا حل لكم اياها قبل، يعني اصلا المهم ارجع اعيد لكم الامتحان مالته حتى نقراه ونضبطه مره اخرى. طبعا احنا ترجمناه، هذا هو التمرين، هذا الحل، خذ السكرين واقراه ضبطه زين ان شاء الله. هذا اول موضوع مهم جدا باليونت الثالث ان شاء الله. طيب اذا هذا التمرين مهم، هسه راح نجي على موضوع المقارنه. هذا هنا هذا التمرين اللي هو مال المقارنه والتفضيل، يعني هذا وين بيج بيجر اللي هو المقارنه والتفضيل. انتبهوا علي زين، انتبهوا على الكلام اللي راح اقول لكم اياه. هسه راح ناخذ ملاحظات عن المقارنه والتفضيل، واكتب يمك ملاحظه. لتحويل الصفة إلى مقارنة، لتحويل الصفة إلى مقارنة نضيف ER. إذن بالمقارنة نضيف ER. طبعا مثال عليها عندي كلمة short، شورت قصير، من اللي اسويها مقارنه اقول شورتر، ضفت لها اي ار. اذا تلاحظون هذا الاي ار مالت المقارنه. زين، هذا الاي ار مالت المقارنه. اذا هذه اول ملاحظه. الملاحظة الثانية، إذا كانت الملاحظة الثانية إذا كانت إذا كانت الكلمة إذا كانت الكلمة تنتهي بحرف صحيح وقبله علة، إذا كانت الكلمة تنتهي بحرف صحيح وقبله حرف علة، إذا كانت الكلمة تنتهي بحرف صحيح وقبله حرف علة، نكرر الحرف الأخير ونضيف ER. wet 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 water. تلاحظون كررنا الحرف الأخير وضفنا ER. مثال آخر عليها، مثلا عندي كلمة sad، sadder،
شوف ايضا كررنا الحرف الاخير وضفنا اي ار. ملاحظة اخرى، اذا كانت الكلمة تنتهي بحرف الواي، نقلب الواي الى اي ونضيف اي ار. طيب الملاحظة رقم 4 عفوا، إذا كانت الكلمة أكثر من 6 حروف، نضع كلمة مور قبل الصفة. راح أعيد، إذا كانت الكلمة أكثر من 6 حروف useful، نضع كلمة more قبل نضع كلمة مور كلمة مور قبل. طبعا خلونا نحل التمرين اللي يحكي عن هذا الموضوع. التمرين موجود صفحة 35. هذا التمرين مثل ما تشوف وات. نعم هذا التمرين راح يكون واجب لكم تحلوا لي اياه، تحلوا لي هذا الواجب المحاضرة الجاي، ولا حد يغش من الملازم، لأن راح أسألك عن السبب. لا حد يغش من الملازم، هذا واجب تنزله. جيد. طبعا هنا ما عندك فد شيء، هاي بالنسبة لي موضوع المقارنة. نجي بالملزمة، عندنا معاكسات مهمة، وكم موضوع يعني ايضا مهم بالوحدة الثالثة، طبعا راح ناخذهم كليتين ان شاء الله. زين هسه حتى ما تدوخون، هنا اذا تشوفون هاي كاتب لك كوايتر، حاط له اي ار، تايلر، تشيبر. ليش؟ لانها اقل من 6 حروف حاط لها اي ار. وهنا اشوف بيوتيفول كلمة طويلة حاط لها مور، مثل ما انا ذكرت لك قبل شوي. طيب والله بعد ايش عندنا موضوع؟
مثل ما ذكرت لك المواضيع اللي اريدها بالنسبه للوحده الثالثه، اعطيتك اياهن ايضا مهمه ولازم تقرا لي اياها. نجي بالنسبه للنشاط، بالنسبه للنشاط لا تنسى الاشياء اللي قلت لك عليها وتركز لي عليها. حلو، والله بعد ايش عندنا شغلات اليوم راح ناخذها اليوم؟ انتبه علي زين، راح ناخذ اليوم so do I and neither do I. اكتب لي يمك ملاحظة. so do I للموافقة. so do I للموافقة وتستخدم مع المثبت. اكتب لي تستخدم so do I مع المثبت. مو ويا النفي، تستخدم ويا المثبت. تستخدم مع المثبت. طيب و neither do I تستخدم مع النفي. neither do I تستخدم مع النفي. نعم، هاي ملاحظة أيضا مهمة اقرأ لي اياها. طيب طبعا اذا تشوفون هنا مثبت so do I، نفي neither do I. اذا ويا النفي مستخدم لك neither do I، ويا المثبت يستخدم السو مثل ما تشوف قدامك هذا التمرين. زين اليوم صار عندي ثلاث تحضيرات لحد الان، ثلاث تحاضير لازم تقراها. اولا هذا التمرين، هذا التمرين هذا الاول امتحان بي. ثانيا هذا التمرين هذا مثل ما تشوفه تمرين بي مال المقارنة والتفضيل، مقارنة بالإضافة إلى so do I and neither do I أيضا امتحان بها إن شاء الله. قروا لي إياهم زين وشدوا لي حيلكم عليهم. وإيش عندك سؤال أو استفسار أنا حاضر. لا تنسون الامتحان إن شاء الله راح يكون يوم السبت. ما راح أخذ لكم مادة هواي هواي على مود تلحقون تقرون الوحدة الثانية. اللي راح يرسب بهذا الامتحان راح ازيله